الا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد وما تنساوش ديروا لي جيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونوجد لكم هذه الخلطه الفعاله اللي ماكن نوجد لكم هذه الوصفه هذه اللي العنصر الاساسي فيها هو الزنجبيل والسكنجبير. فالزنجبيل كيحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم والفوسفور اللي كيساعد في جعل الشعر اقوى وكيكون كثيف واكثر لمعان. وهو كي كنعرفوا في الزنجبيل كيحفز الدوره الدمويه فاش كنابليكيو فوق الجلد ديال الشعر ديالنا كيحفز الدوره الدمويه مما كيساعد على تدفق الدم والنمو ديال البصيلات ديال الشعر كيساعد على النمو ديالهم. فحنايا غادي نحتاجوا ان شاء الله كما قلنا سكنجبير طري واحد الطرف تقريبا ديال السكنجبير طري. هنايا عندي تقريبا واحد 5 ديال فصوص ديال الثوم. كنعرف ان الثوم الرائحه ديالته شويه صعيبه ولكن نستحملوا من اجل الجمال ديالنا. وشويه ديال الزيت ديال العود فتقدروا تستعملوا الزيت ديال الخروع انا ما عنديش. وهنا فقط نستعمل هذه الاله اللي عندي ديال اللي كتاخذ العصير ديال الفروي. الا ما كانش عندكم بحال هذه الاله هذه ف تقدروا تاخذوا اما طحنوا هذ الجوج مكونات طحنوهم مزيان شي طحانه اللي كتنيل مزيان وغادي تشدوهم غادي تعصروهم. اما تشدوا الحكاكه اللي كان الحكاكه رقيقه تحكوهم مزيان 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 وغتاخذوا واحد الطرف ديال الحياتي ديال التوب ديال حياتي وغادي تعصروهم مزيان. فانا كنحتاج لهذا العصير هذا اللي كتشوفوا بحال هكذا العصير ديال هذه المكونات هو اللي كيكون فيه المركز ديال هذا لي فيتامين وهذا هذاك الشيء اللي انا باغا. فكيفاش غادي تستعملوه من بعد فانا غادي تاخذوا هذا العصير هذا ديال هذه المكونات هذا فغادي تاخذوا غادي تزيدوا فيه شويه ديال الزيت العود. الا كان عندكم الزيت ديال الخروع فهو مزيان وكان الزيت ديال الخروع فغنستعملوا هذا الزيت هذا زيت العود ولا الزيت ديال الكوكو. فانا زيت الكوكو كنفضل نستعمله من بعد تنسالي هذا الماسك هذا ونغسل شعري عاد باش غنستعملو. فكتاخذوا بحال هكا كتاخذوا واحد الطرف ديال القطن وكتبداو ديروا فيه هاد سميتو ولا الشيتا ولا على حسب شوف نتوما كيفاش كديروا حتى كديروا الماسك. فانا كندير الطرف ديال القطن كناخذ به هذاك المكونات هكا وكنبدا نشقق به الشعر ديالي طريف طريف كنشقق وكنحك هذيك الجلده ديال الشعر. فسكنجبير مزيان الجلد ديال الشعر كيحيد القشره كيف ما قلنا ومزيان بزاف كي مزيان للدوره الدمويه. فمن بعد فاش كديروا كتابليكيو كتاخذوا كديروا واحد البتي مساج لشعركم باش كيتساعدوا للتدفق ديال الدم في هذيك المناطق كديروا مساج. ومن بعد كتاخذوا واحد الفوطه كتسردوها بالماء السخون
وكتلويوها على راسكم، كتلويوها على راسكم وكتخليوها هذيك تقريبا نص ساعه حتى ل 45 دقيقه، ومن بعد كتغسلوه. وبالنسبه للرجال فهو محفزه جدا وكتنوض الشعر، كتحاول يعني كتساعد، وما غاديش تشوفوا النتيجه من اول مره، ولكن كتحاولوا ديروها جوج مرات في السيمانه لمده 3 شهور، وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش كيخرج لكم الشعر. نتمنى انه يعجبكم.